السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم عجينه صابلي ناجحه 100% كتخرج كميه لا باس بها. هذا الفيديو خصصته فقط للعجينه ديال الصابلي. بعجينه واحده خرجت جوج اشكال ديال الصابلي، والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نتقاسم معكم تزيين ديال هاد الصابلي. وهاد العجينه ناجحه 100% هشيشه ومقرمشه، تتجي رائعه. فخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. هنايا في قصريات ندير 250 غرام ديال الزبده، ربع ديال الزبده، تنديرو جوج كيسان ديال السكر كلاصي، وتنخدم هاد جوج مكونات مع بعضياتهم. تندخل داك السكر مع الزبده مزيان ونعركهم بيديا. خاص الزبده تكون بحراره المطبخ ضروري، وتبقاو تعركوها لغايه ما ترجع مطلوقه مزيان. تعركوها هي بالكف ديال يديكم حتى تكون مطلوقه مزيان. كنزيدو جوج كيسان ديال الزيت، كنزيد الكاس اول، وتنبقى نعاود نخدم بيديا هاد الزبده والزيت، ونزيد الكاس الثاني ونعاود نخدم، ونخدم الزبده مع المكونات. خدموها هي بالكف ديال يديكم، ونزيد الكاس الثاني ونعاود نخدم بنفس الطريقه. تنزيدو جوج بيضات تيكونو بحرارة المطبخ، وتندخل داك البيض دوك المكونات مزيان، ونعاود نخدمهم مزيان. ضروري تخدمو دوك المكونات مزيان بالكف ديال يديكم. ضروري تخدموا مزيان هذا العجين هي بالكف ديال يديكم. عندي هنا واحد معلقه صغيره الفاني، وعندي الدقيق. ما نقدرش نقول لكم شحال ديال الدقيق، الدقيق على حسب الخليط. تبقاو تجمعوا العجين هي بالاطراف ديال الاصابع، ما تنعجنوش العجين، والعجينة تكون مرملة وما قصحاش. بقى نزيدو الدقيق هي بشوية بشوية حتى نجمعو العجين ديالنا. والدقيق على حسب النوعية ديال الدقيق ديال كل واحد، كاين تيشرب كاين ما تيشربش، كل واحد النوعية ديال الدقيق ديالو.
صافي نبقى نجمع العجينة بالأطراف ديال الأصابع. صافي من بعد ما جمعت العجين كيف ما تتشوفوا العجين تتكون رطبة ومرملة، ما تتكونش قاصحة. تنغطيها بواحد البلاستيك وتنقسموا العجين على جوج باش نشكل منها جوج اشكال. تناخدو بلاستيكة تنطلقوا العجين ديالنا ما بين جوج بلاستيكات، تنطلقوها بالمدلك، غادي نطلقها رقيقة. ضروري ترققوا العجين. نستمر بنفس الطريقة حتى نطلق العجين ديالي يكون رقيق. بعد ما طلقتها رقيقة عندي هذا المرشم، يمكن لكم تستعملوا اي مرشم اللي عندكم، ماشي ضروري هذا اللي عندي. عندي انا هاد سور بات، يمكن لكم تستعملو هي بابي كويسون ديرو في اللاطا. صافي تنست في الحلوة ديالي وندخلها الفران. الحلوة ديالي تنطيبها هي الفوق حتى تتحمر ونقلب الحلوة، ما تنهودش الحلوة لتحت، هي الفوق باش تاخد واحد اللون ذهبي. تشوفوها تشمعات وخدات واحد اللون ذهبي، صافي تتخرجوا الحلوة ديالكم. صافي انا ندخلها الفران والعافية تكون مهيلة وتتخرج لي كمية وفيرة. بالنسبة للشكل الثاني تنطلقو حتى هو بالمدلك. انا ندير هذا المرشم تيجي على شكل بوعويضة، تنرشم العجين ديالي حيتاش فيه جوج جوايه، نديرهم على جوج جوايه تكون وحده متقوبه وحده لا. صافي نست في الحلوه ديالي حتى هي في اللاطا. ونعاود نرشم ديك المرشم اللي رشمت به، هو يكون متقوب في الوسط كيف ما تتشوفوا. صافي نستفو في اللاطه ندخلو للفران والعافيه تكون مهيله. صافي حتى تياخذ واحد اللون ذهبي تيتشمع ونخرجو. وها صابلي ديالنا بعد ما طيبتو تياخد واحد اللون ذهبي تيجي رائع، تجي عجينة ناجحة 100%، ما تيتقلص ما والو، تياخد الحجم ديال المرشم. تنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نزين معكم هاد الصابلي. وما تنسونيش لايكاتكم، واللي ما اشترك في القناة تشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ديالي، والبارطاج لا فيديو مع الأحباب والأصدقاء. إلى فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.